العام الدراسي الجديد بدأ، كل سنة وحضراتكم طيبين. عشان كده النهاردة هناخد حضراتكم في جولة من داخل إحدى المدارس عشان نعرف أكتر عن استعدادات المدارس لاستقبال الطلبة، ونعرف أكتر تفاصيل عن موضوع التابلتس اللي المفروض هتتوزع على الطلبة في خلال آخر شهر أكتوبر إن شاء الله 2018، ونعرف أكتر عن السمارت تي فيز أو الشاشات الذكية اللي هتكون متواجدة داخل الفصول بتاعة أولى ثانوي. هنعرف تفاصيل أكتر عن الشاشات دي إزاي بتشتغل، طب إيه موضوع السيرفرز اللي هيبقى متصل ببعضه من خلال التابلتس للطلبة، كل دي تفاصيل هنحاول نعرفها مع بعض، خليكم معانا. هو حاجات كويسة عشان تتفهم الشرح إزاي ونفهم أحسن، والواجب هيكون من خلال الشاشات الإلكترونية. هي حاجات حلوة هتساعدنا إن إحنا نذاكر أكتر ونفهم أكتر من الشرح التقليد اللي بناخده على السبورة، لأن الشاشات الحديثة بتسهل الدراسة أكتر وبتوضح كل حاجة. كنت بتابع صفحة المدرسة فعرفت إن في شاشات إلكترونية نزلت، فالموضوع كان حلو علشان دوت هيسهل علينا الدراسة. ساعدت لي الدراسة إن أنا اشتريت الحاجات بتاعت الدراسة وكده، وكان رد فعلي لما شفت لما عرفت إن في تاب كنت فرحان وكده، وإن هو يعني هيوسع أفقنا أكتر يعني. والله احنا هيساعدنا طبعا المدير الفصل الدراسي الجديد، تمام، بتعليم الولد ذات نفسه وتعليماته وتربيته، وفي نفس الوقت كمان نعلمه ازاي ان يحافظ على الاجهزه، ان الاجهزه دي هي بتاعته مش بتاعه اي حد خالص، الدوله وفرتها له لكي ينهض بالتعليم، تمام، ويكون فهم للولد ذات نفسه. بالنسبه للالكترونيات، الشاشات كلها متواجده وراكبه ومتنسقه، متعرف عليها كل الامور، كل الحاجات مظبوطه، يعني مفيش حاجه راكبه في الفصول، وكل حاجه على استعداد تام ان يبدا امر قيل تشتغل على طول مباشره يعني. احنا عندنا النظام اولى ثانوي السنه دي، نظام التعليم الجديد اللي هو تعلم ومش تعليم، متعه التعلم. خلاص الطالب مش هيبقى عليه ضغط من مدرس، ما فيش اجبار للدروس، لا انا بقول له اتعلم اقرا، بدل الدرس هيتشرح لك في الفصل من المدرس، خش بنك المعرفه طلع عنه معلومات، مشروح لك الدرس عن طريق اليوتيوب، عن طريق الباوربوينت، الوزاره بتقول له استمتع وانت بتذاكر. ركبنا كابل الفايبر، وفي شركه اللي هي مخصصه لكده هتيجي تركب السيرفر والاكسس في الفصول، وان شاء الله في خلال شهر اول ما التابلت هيجي مدرستنا هتكون جاهزه. حتى انا ركبنا شاشه تفاعليه اللي هي فيها العرض من نفسها من غير بروجيكتور. كل حاجه الدوله بتوفرها للطالب عشان ولي الامر برضو لما ابنه يرجع البيت ويحكي له ايه اللي هيتعمل له هيحس قد ايه ان الدوله فعلا ابتدت تقف جنب ولادها وبتتجه ناحيه اتجاه تعليم جديد، تعلم يقدر يخلينا ناخد تصنيف متقدم ان شاء الله في خلال شهرين تصنيفنا هيتغير وسط التصنيف العالمي. مصطفى الشيمي على مسؤوليتي.